طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى لبرنامج ملاعبنا الذي نستمر من خلاله في تغطية لآخر مستجدات الساحة الرياضية. لذا يسعدني أن أرحب بضيفي الاستديو، الأستاذ أحمد خليفة حماد. أبو خليفة يا هلا ومرحبا. يا مرحبتين يا سلام، ليلة جديدة من بعد غياب لفترات طويلة. نعم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحلقة الثانية في الأسبوع، ها؟ اي صحيح. الحمد لله. نستمر ولا المستجدات الرياضية توقفنا؟ لا رجعنا الحمد لله، رجعنا مع الأجواء والحمد لله رب العالمين. وكذلك أرحب بضيف الاستديو الأستاذ سامي عبد الإمام، أرحب بك بالبتول. أهلا بحييك، مساء الخير. مرحبا. حياك الله، تسلم. الأمور بدأت شوية تسخن في الرياضة، ها؟ اي خلاص، عادوا للتدريب وإحنا بعد نعود. لا بعد ما عادوا بيعودوا. بيعودوا. اي جمعونا الحين، قاعدين في فحوصات كورونا. قبل التدريب. على خير إن شاء الله. إن شاء الله معاهم إحنا. مبروك. نفحص بعد قبل لا نبدأ ولا نحتاج؟ الحمد لله فحص شغال، والجهاز اللي في الباب يأشر كل شيء. يعقم كنت داخل وانت طالع. وانت داخل وانت طالع. مشاهدينا الكرام، فاصل ونتابع. بعد تحديد موعد عودة التمارين الجماعية للأندية، تظهر على الساحة تحديات جديدة تتمثل في الاستعداد الأفضل بصورة ممكنة لموسم اتفق الجميع على أنه سيكون استثنائيا قبل أن يبدأ. نتابع. بعد شهور عجاف خوت فيها الملاعب وابتعد فيها اللاعبون عن أداء التمارين الجماعية التي تعتبر أساس اللعبة، ها هي تعود إلى الحياة مجددا، وبالتحديد يوم 11 من يوليو الجاري كتاريخ لعودة الأندية إلى أجواء التمارين الجماعية. عودة تأتي بعد غياب طويل لم تشهدها ملاعب الكرة المحلية ولا حتى العالمية. لكن كيف ستكون طبيعة الاستعداد لموسم 2020-2021 والذي يعتبر استثنائيا قبل أن ينطلق؟ مئة وعشرون يوما هي فترة التوقف التي بدأت من 14 من مارس الماضي مع ختام الجولة 19 لدور الخليج العربي، فترة اكتفى بها اللاعبين بأداء التمارين المنزلية التي اتفق الجميع على أنها لن تعوض التمارين الاعتيادية، لتتشكل الآن تحدية جديدة أمام الجهاز الفني للأندية وحتى المنتخب الوطني الأول، بدءا من الجانب البدني للاعبين وصولا إلى الجاهزية الذهنية التي تقع على عاتق المدير الفني بالدرجة الأولى. التجربة الأوروبية التي سبقتنا في العودة إلى الملاعب هي خير مثال على كيفية العودة التدريجية لنسق المباريات، حيث لم تخلو عودتها من الإصابات وتراجع في المستوى البدني للفريق بشكل عام. لكن هل يمكننا أن نعتبر مفتاح نجاح الموسم الجديد هو الاستعداد الذهني وقبله البدني للفريق؟ إذا مشاهدينا، أولى محاور حلقة اليوم الحديث عن العودة من جديد إلى الملاعب وتنفس الصعداء بالنسبة لعشاق ومتابعي كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالبتول، عودة بعد غياب أتوقع راح تؤثر على المستوى الفني، على المستوى البدني. العودة في فترة كذلك نوعا ما حارة، اعتدنا أن نختم الموسم وهي تكون فترة راحة اللاعبين، ولكن اللاعبين مطلوب منهم يعني بذل المزيد من الجهود في الفترة القادمة. نعم، هو الجميع راح يتذكر هذا الموسم اللي فات أو اللي لغى أنه موسم كان يعني فيه كثير من الدراما. أنا في رأيي هاي الدراما ستمتد إلى الموسم المقبل أيضا. نعم، لأنه لا يمكن أنت أن تخرج من موسم ثقيل فيه إشكاليات، فيه توقف، ثم تلعب موسم تالي انسيابية. لازم تعاني. ولذلك هناك إجراءات، يعني اللي ذكر في التقرير أنه راحة 4 شهور بالضبط تقريبا. صحيح، 120 يوم. 120 يوم. نعم. زين، حتى الموسم لما يبدأ بين آخر مباراة لعبت في الموسم السابق
وأول مباراة ستلعب في الموسم الجاي نتكلم عن دوري، لأنه الدوري يوم 9/9 يبدأ، صحيح، تقريبا 6 شهور، 6 أشهر يعني. وهذا أيضا ما في بطولة دوري توقفت في العالم، أنه بين أول بين آخر مباراة أول مباراة تقريبا 6 شهور، صحيح. لا يوجد 180 يوم تتكلم، صحيح. لذلك سيلقي بتبعاته. المجهود البدني على اللاعبين سيكون كبير، المجهود الإداري، نعم، وربما المالي، أمور كثيرة ستكون على مجالس، صحيح، الإدارات. عندها عقود ألغيت، نعم، عندها عقود جديدة، مدربين، معسكرات لم عمل تقام. كبير داخل وخارج الملعب، فراح يكون موسم في، نعم، رأيي، صحيح، ثقيل على اللاعبين وعلى الإدارات، ويعني حتى يمكن على مستوى الجماهير، صحيح، إلى أن يعودون بانسيابية سيكون أيضا ثقيل، لأنه سيتابعون عن بعد ربما. واضح في البداية جدا. بخليفة كذلك على جانب يعني العامل البدني، على جانب نتحدث أتوقع حتى دكاترة الفرق بيبذلون مجهود كبير جدا لعملية الاستشفاء والمحافظة على اللاعبين قدر الإمكان عن الإصابة. شوف أنت، بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أن نشوف الموسم الحالي أو الموسم القادم إن شاء الله، نعم، بيبدأ بشكل مختلف عن ما بدأت فيه المواسم، وما تعودنا إحنا في كل المواسم السابقة أن الفرق كيف تبدأ. صحيح. أعتقد الجانب الطبي بياخذ جزء كبير في 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 بداية الإعداد، سواء من الفحوصات، فحوصات كورونا، الفحوصات الطبية، صحيح، الأخرى، الأمور، الأشياء الأخرى هذه اللي يعني دائما احنا تعودنا أن اللاعبين يعني يقومون بإجراءات معينة، أمور طبية معينة. السنة هاي بناخذ أكثر من جانب، أكثر بيستهلك الوقت يعني في هذه في هذا المجال هذا. الشيء الثاني طبعا الأمور إجراء، الأمور الإجرائية اللي تخص التعامل مع يعني فترة الجائحة هاي، جائحة كورونا، هناك كذلك هاي بعد بتلقي بظلالها، صحيح، على طريقة التدريب وأمور هذه الثانية. نعم. الأشياء، الشيء الثاني أن فترة التوقف الطويلة هاي بتستلزم كذلك عودة متدرجة للتدريبات، بتستغرق وقت أطول، صحيح، لغاية ما نوصل إحنا إلى التدريبات الفنية، التدريبات اللي في الملعب، نعم، بالكرة. أعتقد أن نعم، إحنا بنمر بفترة طويلة جدا، صحيح، لغاية ما نوصل هاي المرحلة. وبالتالي أنا أبو خليفة بيشاركنا كذلك الحديث في جانب التدريبات والعامل البدني الكابتن وليد جمول، مدرب اللياقة البدنية والقوة البدنية في نادي خورفكان. كابتن وليد، أرحب بك على الشارقة الرياضية. يسعد لي مساك أستاذ إبراهيم ومساء ضيوفك الكرام ومتابعين ومشاهدين قناة الشارقة الرياضية. يا هلا ومرحبا كابتن. كابتن، الحديث عن الموسم القادم وعن تجهيز الرياضيين بشكل عام يعني حديث يشوبه الكثير من الأمور، وممكن عمل كبير جدا على الجانب البدني، أكيد. تحدثنا عن هذا الجانب وأهميته بالنسبة لعودة التدريبات بعد انقطاع لفترة 4 أشهر. أكيد أستاذ، دائما الانقطاع عن التدريب والتوقف عن الرياضة يفقد الجسم الكثير من لياقته وتضعف القدرة عنده من التحمل، والتحمل خصوصا تحمل تمارين المقاومة. دائما الانقطاع عن التدريب يعني مثل ما كل المعدين البدنيين بيعرف تؤدي إلى تغيرات في تكيفات الجسم الفيزيولوجي والبدني، مما يؤدي إلى نقص في الإنجاز البدني والرياضي، ينتج عنه هبوط أكيد في مستوى الأداء في معظم الألعاب وخصوصا في كرة القدم. ولكن يجب دائما مثل ما حكى الأستاذ تكون استعادة اللياقة تتطلب هي التدرج الدقيق والطويل، صحيح. وهون دائما نأخذ بعين الاعتبار المستوى البدني لكل لاعب. هلا هناك بعض اللاعبين حافظوا على نسبة معينة من مستواهم أو من لياقتهم، وهناك الكثيرون توقفوا بشكل كامل، وهون بيعتمد على دور المعد البدني في أخذ الاختبارات البدنية لكل لاعب في الفرق الموجودة لدينا. طيب الفترة كابتن وليد اللي يحتاجها اللاعب للعودة إلى يعني نقول يلعب 90 دقيقة في ظل يمكن أجواء حارة، بيتدرب في ظروف يمكن صعبة نوعا ما، اعتادوا لاعبين أنهم يكونون في أوروبا في هذه الفترة لمعسكرات طويلة نوعا ما، كيف راح يخدمهم عامل الجو؟ هل ممكن أن نتدرب فترتين في دولة الإمارات ونعود بشكل أقوى لبداية الدوري؟ تمام استاذ. هلا دائما استرجاع اللياقه البدنيه حكينا بيكون بشكل تدريجي. هلا هناك عناصر بدنيه معروفه لدى جميع الرياضات وخصوصا في رياضه كره القدم، لو تم العمل على تنميتها
لتغير شكل النادي أو المنتخب من شكل محلي إلى شكل دولي. هلا العناصر تحمل العام، تنمية السرعة، تنمية القوة العضلية المرتبطة بالسرعة، الرشاقة المرونة، ودائما المهارة الفردية. وهناك عامل أيضا يساعدنا على تنمية لياقة الأندية والفرق هو العامل الغذائي صراحة، اللي نحن بنفتقده بجميع رياضاتنا. دائما هناك نظرية تقول من أنه 60 أو 70% من بناء فريق قوي ينافس على مستوى عالمي هو الغذاء، و 30% التدريب الآخر. فالغذاء نحن يلعب أيضا دور أساسي. هلا أكيد في دولة الإمارات يعني هناك صالات، يعني صالات اللياقة لازم نحن نعتمد عليها خصوصا بهالفترات هاي، الصالات المغلقة القصد. طبعا صالات المغلقة نعتمد عليها، ويجب أكيد دائما في التدريب على فترتين، لأنه أنا كمعد لا أستطيع تنمية وتطوير مستوى فريق عندما أتدرب لوحدة تدريبية واحدة فقط في اليوم. فيجب التركيز على فترتين تدريبيات، وأخذ أكيد في عين الاعتبار الجو لا يساعدنا أكيد. ولكن الظروف هي اللي فرضت نفسها، ونحن دائما يجب أن نتكيف مع أي ظرف وجدنا فيه، ولا نقول حار ولا نقول جو بارد، يجب التكيف مع أي ظرف نوجد فيه لتطوير مستوانا وتطوير أنديتنا. كابتن وليد جمول، مدرب اللياقة البدنية والمعد البدني في نادي خورفة كان، الشكر والتقدير لك. حبيبي شكرا. لك تحياتي. أبو خليفة، يمكن تحدثنا يعني قبل المكالمة مع الكابتن وليد عن الجانب البدني، يعني مع الجدول المناسب، مع يعني التغذية المناسبة، مع المحافظة على خلينا نقول مسألة السهر والنوم والأمور هذه كلها، ممكن أنك تعود بشكل أسرع كلاعب كرة قدم. شوف، هم طبعا ممكن العودة، لكن احنا الوقت اللي عندنا، يعني الوقت اللي عندنا احنا امام وقت، ان تقريبا تم تحديد بداية الموسم في شهر، بداية شهر 9 صحيح، واحنا دخلنا اليوم في يعني في شهر 7. فعندنا حوالي 60 يوم كل الموجود تحت ايدنا يعني لغايه بدايه الموسم. كافي في وجهه نظرك ال 60 يوم؟ يعني لا، انا ما اقدر اتكلم فيها لاني انا مش معد بدني يعني. صحيح. بس لازم، لابد ان احنا خلال يعني من تاريخ 11/7 الفتره هاي، الفتره عوده التدريبات الى نهايه شهر 8، لابد ان تتم برمجتها بشكل مثالي للاستفاده القصوى منها في تجهيز اللاعبين، ونمر بالمراحل. والكابتن يعني تكلم فيها هناك، من احنا يمكن نجهلها، لكن الكابتن يعني انسان فني وشغله هذا، ويتكلم عن اشياء يعني في تخص استعاده اللياقه، وكيف استعاده اللياقه والعوامل التي تؤدي الى استعاده اللياقه. ولا تنسى احنا عندنا، لان هو تكلم عن الصالات اللي يعني، لان الجو عندنا، الجو بيتعب، الجو حار، يعني ما في عندك غير الصالات. صحيح. الصالات اللي موجوده في الانديه، الصالات المغلقه اللي ممكن استغلالها يعني خلينا نقول للامور الفنيه، الاشياء القوه والقوه البدنيه والامور، لكنك تحتاج انت الى ملاعب. احنا للاسف في الدوله هنا ما عندنا يعني ملاعب مكيفه، ملاعب. صحيح. لان ممكن تكون بارده في هذا، في يعني نستغلها في هذا المجال، في درجة او حتى نمتلك يعني مثل السعوديه عندها مناطق شوي الجو فيها احسن من بعض المناطق الاخرى في الصيف. ما عندنا هاي المناطق، مو موجوده عندنا هنا احنا، فبالتالي احنا كل الانديه عندنا بتكون امام تحدي كبير. صحيح. وخاصه ان ما في سفر، والمعسكرات الخارجيه ما بتكون موجوده. صحيح. فالاعداد كله بيكون اعداد داخلي، والاعداد الداخلي احنا يعني بيكون متعب. نعم. والشيء ان الكل بيكون في كل يعني الكل بيكون تحت نفس الظروف. بتبقى عندنا الفرق في اللاعبين نفسهم، في جوده، سواء جودتهم، جوده التمارين اللي يعني بيتلقونها، عمليه تقبلهم، ويعني وتسارع عمليه الاعداد. لا تنسى ان احنا لابد ان نوصل بعد الى وقت ان محتاجين ان التمارين كره، وتمارين تكتيكيه، وتمارين في الملعب، وتمارين كذا. فلا بد ان لك يعني هذا الفتره، هاي الفتره اللي بتكون جايه. فتره لابد من استغلالها بطريقه علميه وطريقه مثاليه. واضح جدا. ابو البتول، واحد من اللاعبين في دوري الدرجه الاولى قال ما مشكله شيء، يعني ما نسافر نحن كل سنه، ما نسافر، ما نروح معسكر، خل اللاعبين بعد يعني يشوفون كيف نحن نتمرن وكيف نعود، ونحن نلعب دوري وهم يلعبون دوري. اكيد تختلف الامور، لكن اليوم محتاج اللاعب كذلك ان يقدم يعني نفسه بطريقه قويه، لان في النهايه اليوم اللاعب يخدم نفسه في عالم الاحتراف في المقام الاول، ويخدم ناديه كذلك.
محتاج يعني خلينا نقول كل هذا العمل محتاج إلى فريق عمل قوي من إدارة، من جهاز فني، من جهاز طبي، من لاعبين أنفسهم، من عمل كذلك الإداريين اللي راح يرافقون هؤلاء اللاعبين. هو طبعا موسم استثنائي، يعني اللاعبين الأجانب أصحاب الملايين، ورونالدو الآن صاحب المليار، نعم، كانوا عادة في كل صيف يقضوها استجمام وراحة ويعني مع عائلتهم. صحيح. الآن لا، من الحجر المنزلي إلى التدريبات إلى عودة الدوري، نعم، وبعد ما يخلص الدوري على طول يبدأ الموسم التالي. صحيح. فأيضا هؤلاء النجوم اللي عندهم ثروات طائلة جدا ما راح يتمتعون بإجازة. صحيح. فهو موسمه يعدي. حقيقة القضية هو يعني كظروف إعداد حاليا يمكن راح يبدأون، لا توجد بروتوكولات حاليا موجودة للتدريبات 11 في 11 في الملعب. نعم. كل البروتوكولات التي سمح بها لعودة الأكاديميات أو لعودة تدريبات الفرق لا تزيد عن مشاركة 5 لاعبين في تدريب مشترك. تدريب مشترك. لذلك هذه بالإمكان أن تقام حتى في داخل صالات أو موجودة في ملاعب في مدينة دبي الرياضية وغيرها. بس نتفق أن الصالة ما تغي تماما عن أرضية الملعب وعن أهمية تواجد اللاعب في أرضية الملعب. بكل تأكيد هناك ممكن تفرش أرضية عشب صناعي تلعب عليها، هذه بدائل. نعم. نحن لا نتكلم عن شيء مثالي. صحيح. نتكلم عن أمور أفضل البدائل الموجودة. بالضبط، أمور ضغطت من جميع الاتجاهات. صحيح. وعلينا أن نجد حلول. صحيح. كل ما أنت شاطر في إيجاد الحل، كل ما أنت الطريقة اللي سلكتها عملية أكثر، هذا حينعكس إيجابيا عليك لاحقا. نعم. الآن مرحلة التدريبات الأولى 3 لاعبين 5 لاعبين يشاركون في التدريب، هذه ممكن إلى. صحيح. أن يعني يتم وضع أو السماح بتدريبات كاملة ذاك الوقت، ربما حتى واحد من البدائل، بدل إذا أنت ما تستطيع أن تعسكر هنا بإمكانك أن تعسكر في المملكة العربية السعودية موجودة، وإن شاء الله يكون السفر مفتوح. نعم. وفيها الدوري السعودي حينطلق 4/8. نعم. والفرق السعودية الآن تتدرب هناك في مناطق برد ومرتفعة وفيها الكثير من الطقس. نعم. حتى عندك موجود هنا في خورفكان في بعض المناطق بالإمكان. إذن كل نادي كل ما كان شاطئ يعني إدارته نجحوا في إيجاد الحلول. نعم. لهذا الوضع هو لا. صحيح. يوجد شيء كتيب تمسكه وتمشي عليه. نعم. انت واجتهادك كيف امورك على ان كنت يعني امكانياتك امكانيات. صحيح. لاعبيك الان هذا الموسم قد. نعم. يكون فرصه وقد يكون حل. احنا مو دائما نقول لك كل تحدي قد يكون هو فرصه. نعم. صحيح. هذا الموسم اللي تلخبطت فيه كثير امور قد تحدي. يكون فرصه ان تثبت قدراتك الاداريه وان. صحيح. تطلع لاعبين. اليوم احنا كان عندنا ملتقى افتراضي مع لا ليغا. نعم. أنديتنا مع. صحيح. رابط الدوري الإسباني. نعم. فنتكلم ففي إسبانيا يتحدثون يقولون احنا نواجه تحدي مالي. صحيح. رواتب. نعم. رعاية عدم التذاكر يعني إرادة التذاكر انضربت. صحيح. فواحد من البدائل اللي نشتغل عليها الآن أكاديمياتنا. صحيح. نفكر الآن الفرق كلها تفكر أنه تصعد لاعبين من فرقها الأدنى وتلعب فيها في لأنه هذا ما تحتاج تسوي تعاقدات عالية. صحيح. ورواتبهم. نعم. تكون معقولة إذا التكيف أمورك بيها. نعم. صحيح. واضح. كذلك نوه أن اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم فترتي تسجيل للموسم القادم وهو من 15 يوليو إلى 14 أكتوبر هي الفترة الأولى، بينما الفترة الثانية راح تكون من 5 من يناير حتى 1 من فبراير، وهي الفترتين اللي يعني راح يسجل فيها لاعبين أو الأندية تسجل فيها اللاعبين. بخليفة الفترة هذه راح تكون كذلك يعني بعد بداية الدوري، راح يبدأ الدوري تقريبا، وأتوقع راح نستغل كثير تسجيل لاعبة خاصة معامل يمكن الإصابات والأمور، وأكثر من لاعب كذلك دولي ولا دولي سابق متاحين على أرض الانتقالات حتى الآن، ولاعب حر يعتبر. هاي أمور إجرائية دائما يعني تم اتخاذها في بداية كل موسم ووسط الموسم. صحيح. كل دولة حسب يعني احتياجاتها وحسب توقيتها تحدد هناك مدة معينة تطلبها الفيفا، ونعتقد أن أشوف السنة هاي فترة الصيف شوية أطول عن المعتاد. صحيح. يعني أشوفها يمكن أكثر عن 10 أسابيع، تعودنا احنا نشوف 10 أسابيع في الصيف و4 أسابيع في الشتاء، فترة. نعم. الشتاء 4 أسابيع لكن فترة الصيف أشوفها أطول. هاي الفترة الطويلة
اعتقد انها يعني فيها مجال للانديه انها ما تتسرع في عمليه التسجيل وعمليه اختيار صحيح. اختيار اللاعبين وتشوف الموجود في السوق، خاصه بعد جائحه كورونا. اعتقد ان هناك كثير من اللاعبين بيكونوا متوفرين، وكثير من اللاعبين الجيدين سواء دوليين صحيح. او حتى لاعبين موهوبين موجودين ممكن يكون بديل في نادي ويكون عندك اساسي ويعمل نعم. الفارق يعني نعم. اسماء كثيره نعم واسماء يمكن تكون عقود انتهت او حتى يعني عندهم رغبه في الانتقال والتغيير لان نعم. بسبب هذه الجائحه، وبالتالي بتكون هناك يعني وين كنت اشوف اغلب الانديه يعني تقريبا حسمت عندما من اللاعبين الاجانب، لكن هناك في مراكز معينه موجوده في بعض الانديه ما زالت شاغره. بس يعني بس شيء انه ارجع اقول فتره اجرائيه مهمه جدا لابد من تحديدها اساسا انه يتم العمل بموجبها. واحنا لاحظنا خلال الموسم الماضي ان فتره الانتقالات الصيفيه دخلت مع بدايه الدوري، كان في تداخل بينه، وكنا شفنا ان في انديه استغلت فتره اللاعبين اللي ما نجحوا واللاعبين ما قدموا مستوى انه استبدالهم في يعني في هالفتره هذه. والبتول ممكن نشوف الموسم القادم زياده في عدد التغييرات، التوقفات اكثر بالنسبه لي يعني شرب المياه وما شابه ذلك. الفيفا اعتمد الاليه، هل راح تستمر هذه الاليه وتصل الى يعني خلنا نقول لنهايه الدوري، لانه يعتبر دوري ملحق ومتاثر بما بدا عليه واللي هي جائحه كورونا؟ طبعا هذا متوقع جدا، وعلى يعني اللجنه الفنيه في الرابطه ان تصدر هاي التوجيهات وتعتمد. صحيح. لانه بالفعل انت هم تم اتخاذها على مستوى الدولي وتم تنفيذها، لأن السبب الأساسي الأول في هذه القضية اللي هي عدم جاهزية اللاعبين بدنيا. صحيح. وشفنا يمكن في الدوري الإنجليزي يعني بعض الفرق على سبيل المثال أرسنال، أول مباراة اثنين أصيبوا، أول 20 دقيقة اثنين طلعوا إصابة. المباراة اللي بعدها طلعوا اثنين، فالفرق جالسة تخسر لاعبين، لأنه مثل ما تفضل الأستاذ وليد جمول المعد البدني قال بعض اللاعبين في التدريب عن بعد أو في التدريب في بيته كان جيد، حافظ على نوعا ما من لياقته. صحيح. البعض لا، لكن هي لعبة كرة القدم لعبة جماعية. صحيح. يجب أن يكون أداء جميع اللاعبين 11 بنفس المستوى. تغارب نعم. أنت إذا عندك ستة حافظوا وخمسة ما حافظوا، أنت هذولي خمسة معناها أنت حتخسرهم. لذلك وجود خمس تبديلات هذه ضرورة جدا يجب أن تعتمد هذا الموسم. وأيضا شرب الماء يستمر، كان هو طبعا هناك في الأوقات الحارة. إحنا طبعا صحيح. لا هو يعتمد على درجة الحرارة، إذا كان درجة الحرارة 35 نعم فيعني أكثر نعم. فيها فترة توقف في شرب الماء، لكن إذا درجة الحرارة نزلت على 35 اوتوماتيكيا تنلغي هاي الفترة. تنلغي هذه هي مرتبطة، مش مرتبطة بتاريخ حر رطوبة تذبحنا بو. لا بس هذا على حسب، أنا أتكلم على حسب القوانين الحالية يعني المعتمدة. نعم. معتمدة، تعتمد على درجة الحرارة نعم. يعني ذاك ما تعتمد على مدة زمنية، خلينا نقول مثلا خلال شهر معين أو خلال المدة. بس هو معروف دائما من خلال الأرصاد الجوية أن في أن درجة الحرارة تستمر في درجة معينة إلى تاريخ معين، من بعدها تبدأ في النزول. نحن على كل يعني مع إغلاق هذا الملف نتمنى التوفيق كل الفرق اللي راح تعود للتدريبات الجماعية، نتمنى التوفيق لكل فرقنا في أفضل استعداد، لأن هذا راح ينعكس بلا شك على منتخباتنا الوطنية كلها. صحيح. بعد أن هدأت الأوضاع في الفترة الأخيرة بسبب قرارات إلقاء الموسم الرياضي المنصرم، ظهرت على الساحة الرياضية قضية أخرى، وهي صعود بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى، حيث ذكرت مصادر صحفية أن اتحاد الإمارات وضع شروطا لناديي كوارتو ووصيفه نادي الفلاح نظير السماح لهما بالمشاركة في دوري الدرجة الأولى اعتبارا من الموسم الجديد. إذا قدرنا نقول في كرة الإمارات هناك من يعني استفاد من الجائحة أو خلينا نقول ما تضرر منها، فراح يكون كوارتو مع الفلاح، وذلك باعتماد صعودهم بالبطول. الصعود هاجس صعب تحقيق شروطه اليوم، متطلب منك أنك تسجل فريقين في المراحل السنية، متطلب توفر ملعب مع مدرجات، الأمور تغيرت، لاعبين مواطنين، عدد معين من الأجانب وهم أجنبيين، جهاز فني طبي إداري،
إذا النادي ولكن بملكية خاصة. نعم، هو يمكن كنا احنا بدينا ننظر إلى دوري الدرجة الثانية من منظور تنظيمي وجودي وليس من منظور فني. لحد الآن أشك أن واحد فينا شاهد لمباراة في هذا الدوري لحد الآن. نعم، لكن كنا نتابع هاي التجربة على اعتبار أنه هي تجربة جديدة. نعم. أندية خاصة تمتلكها شركات، وهذا غير موجود سابقا في دولة الإمارات. نعم. وأيضا بإمكانية وجود حتى نادي غير إماراتي موجود، يعني سواء كان المالك سعودي كما هو موجود مع الأمير عبد الله، الأمير عبد الله بن مساعد. نعم. فهذه تجربة حقيقة تستحق صحيح توفير القدر الأكبر من إمكانيات النجاح لها للاستمرارية، لأنه هي ممكن تكون نواة. نعم. لفكرة الأندية التي تدار بعقلية تجارية. صحيح. بما أنه هي شركات، شركات صحيح. كرة القدم، ولكن نعم. دون أدنى شك ستواجه الكثير من التحديات صحيح. اللي قد مرة أخرى قد يدهشون في إيجاد حلول لها. نعم. نحن راح نقترب أكثر من هذه الأندية يعني التواجد معنا من قبل يوسف الحمادي رئيس مجلس إدارة نادي الفلاح، اللي استطاع أن يصعد بفريقه بتحقيقه المركز الثاني إلى دوري الدرجة الأولى. الأستاذ يوسف، أرحبك على الشارقة الرياضية بداية، ونبارك لكم الصعود لدوري الدرجة الأولى. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. سلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا. الله يحييك، أرحب فيك وفي ضيوفك الكرام الموجودين معك. يا هلا ومرحبا. تجربة جديدة يوسف، ومشاركة أولى وصعود أول، يعني كل الأمور خلينا نقول تاريخيا راح يذكر أن الفلاح أحد أول الفرق اللي صعدت من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى. كيف تشوفون الأمور وكيف ممكن توفير اشتراطات ما طلبه منكم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم للمواصلة في دوري الدرجة الأولى؟ يا مرحبا. طبعا مثل ما قلت تجربة جديدة، تجربة يعني أول مرة تطرح في الخليج. نعم. وسبق يعني دائما الإمارات ما شاء الله معروفة وسبقة في هالمجالات خاصة الرياضية الإخوان، ونشكر اتحاد الكرة على الفكرة هذه الطيبة. طبعا هذه تكتب الدرجة دوري الدرجة الثانية أتاح فرصة حق اللاعبين اللي ما حصلين فرصة بالنسبة يعني ما حصلوا أندية، وبالنسبة لنفس الشيء المقيمين والمواليد اللي موجودين في الدولة عدد ما شاء الله كبير، خاصة إحنا عندنا جاليات كبيرة ما شاء الله في الدولة. نعم. وهذه كانت بطولة دوري الدرجة الثانية فرصة لهم ويثبتون نفسهم، وبالإضافة للمواطنين اللي ما حصلوا فرصة في دوري المحترفين. بالنسبة لنادي الفلاح، طبعا نحن عندنا فريق من قبل نبدأ نسوي هذه، كان عندنا فريق مشاركين في دوري المؤسسات، وصارنا تقريبا 5 سنوات في هذا المجال في دوري المؤسسات. الحمد لله الفريق كان من فرق منافسة في دوري المؤسسات في بوضبي. نعم. لما الاتحاد طرح الفكرة شاركنا معاهم، وعارفين كل النظام كان فريق كامل يعني متكامل، بس ضفنا له بالنسبة للمواطنين. نعم. زيادة اللي كانوا موجودين في الأندية وما قصروا معانا بعد، مثل نادي بنياس ونادي الوحدة أعطونا إعارات بالنسبة للعيبة اللي ما يلعبون معاهم في إعارات من كانوا كيف وبعيد. فهذا الفريق يعني عملنا تشكيلة ما شاء الله ممتازة، بدأنا الحمد لله. لكن الأمور يوسف راح تتغير في الموسم الماضي، أنت مطلوب منك عدد 18 لاعب مواطن ولاعبين محترفين فقط، فالأمور راح تتغير بالنسبة لنادي الفلاح. نعم. لو تشوف اللائحة الحين اللي عندي الحين، لو رويتك اللائحة، أنا عندي 20 لاعب مواطن. جميل. كان عندي 20 ورفد، والمواطنين ما شاء الله كانوا هدافين، مثلا عندك سيف سلطان هو هداف دوري الدرجة الثانية. إيه ما شاء الله. والسيف سلطان معروف يعني سلطان سيف. نعم. كان في الوحدة، وعندي عبد الله الحمادي هذا بعد نفس الشيء كان أساسي في الوحدة. نعم. علي إبراهيم كان في نادي الظفرة، علي إبراهيم ما شاء الله من اللعيب رائد عوانة والمحمد ثياب عوانة. صحيح. نعم. تقريبا عندي قلت لك 20 لاعب ما شاء الله كلهم مميزين ولعيبة يعني كانوا في أندية يعني. طيب. كانوا أساسي. طيب. بخصوص فرق دور اللي هي المراحل السنية مع اللي هو الموقع، أنا عرفت أن الفلاح يبحث عن قطعة أرض بالتباحث مع يعني الجهات الرسمية في إمارة أبوظبي لإنشاء مقر لنادي الفلاح، هذا راح يأخذ وقت، شو الحل المؤقت اللي راح تأخذونه في خلال القادم من أيام؟
نعم نحن طبعا بالنسبه للملعب نحن من العام عاملين عقد مع مدينه زايد الرياضيه، والملعب ما شاء الله قانوني مرخص في غرف تغيير ملابس غرف الحكم، يعني متوفر كل شروط المطلوبه لمساحه الملعب، كل الشروط صحيح. المطلوبه للاتحاد رخصوا الملعب يعني. نعم فنحن خلال الست شهور الاولى بنكون ان شاء الله في الدوري الاول يعني كامل. نعم بنكون في مدينه زايد الرياضيه. جميل. ما ان شاء الله نحن حاليا نخلص المقر نبدا عاد ان شاء الله بيكون احتمال كبير الدوري الثاني يكون في مقر النادي يعني. نعم شخصيا يوسف اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونحن باذن الله في الشارقه الرياضيه بنظل داعمين كذلك لهذا الدوري والانديه الخاصه، وباذن الله نزوركم بعدساتنا لافتتاح مقركم وتهنئتكم بهذا المقر الجديد في القادم من ايام. كل الشكر والتقدير لك يا يوسف. جزاك الله خير. مشكور. حياك الله. شكرا. إذن بعد تجربة يوسف الحمادي مع فريق الفلاح، هناك كذلك نادي كواترو الموجود في إمارة عجمان ومدربه الوطني خلفان حليس المتواجد على رأس هذه القائمة، واللي استطاع أن يصعد بفريقه إلى مصاف دوري الدرجة الأولى وتتويج الفريق بطلا. رحب بك خلفان على الشارقة الرياضية. يا مرحبا. يا مرحبا وسهلا، مسي عليكم ومسي على الجميع. نعم. ولكم الشكر موصول لقناة الشارجة اللي هي داعم الأول للمدرب المواطن. نعم. يا مرحبا فيك. تستحقون الخير. كابتن التواجد في دوري الدرجة الثانية، ذهب المدرب المواطن هناك ليحقق كذلك نجاح جديد، ويحسب لك كذلك الصعود بالفريق وتحقيق اللقب. أتوقع الدوري ما بسهل مثل ما يتوقع الجميع. لا والله بصراحة الفرق المتواجدة تجربة شخصية، هذه يعني تجربة مفيدة جدا خاصة لي أنا. نعم. واجهنا صعوبات جدا مع الفرق، لأن كانت الفرق جميعا متقاربة تقريبا في المستويات. نعم. نعم. أنا ما راح أكلم كابتن عن الأمور الإدارية، أتوقع كواترو يملك مقر على حسب علمي وزرت هذا المقر، ويملك ملعب وكذلك يملك فرق في المراحل السنية من عدة سنوات. أنا بتكلم معك عن الجانب الفني بالنسبة لهذه الفرق، هل هناك يعني خلينا نقول براغة أمل أن نشاهد بعض اللاعبين اللي تميزوا في دوري الدرجة الثانية أن يتواجدون على المستوى الأعلى في أندية أخرى، ينتقلون لأندية أكبر، يروحون إلى الفرق حتى المحترفة الموجودة في دورينا، أم أن المستويات حتى الآن في طور خلينا نقول النمو وتجربة أولى لسه ما بانت الأمور فيها؟ لا والله فيه يعني وجهة نظري أن في لاعبين مميزين، خاصة أن المواطنين فيه، ومن ناحية اللاعبين الأجانب والمقيمين في مجموعة كبيرة في كل الفرق تقريبا. نعم. بس يعني مجرد الاهتمام من الأندية، وأعتقد أنه بيكون لمساعا في المستقبل. نعم. كابتن أتوقع كان معاكم محترف نادي العين السابق في صفوف الفريق صحيح؟ لا. على حسب ما قريت أنه محترف العين السابق أو أحد من لعب في نادي العين. لا كان لا نعم. عفوا سوري كابتن، عندنا لاعب سيمون اللي هو كان لعب في نادي دبي محترف. أي نعم سيمون. نعم سيمون. نعم نعم. إذا كابتن أتوقع أن الدوري القادم كذلك راح يكون اختبار صعب بالنسبة لكم، وهو إيجاد قائمة من اللاعبين المواطنين محترفين اثنين، والمشاركة مع أندية نظامية موجودة من عدة سنوات وتشارك في الدوري، راح تكون الأمور شوية صعبة عليكم كفرق مشاركة وكفرق خاصة. والله أعتقد أنه عندنا الكفاءة الكبيرة خاصة الإداري، خاصة كمو الشيخ عبد العزيز النعيمي. نعم. ما أعتقد أنه بيكون في صعوبة للكواترو. أعتقد أنه نادي عمان بعد ممكن يستعينوا بنادي عمان في المباريات الرسمية يعني. خاصة أن في الموسم اللي فات كانوا أعتقد نادي مصوت كان يلعب على نادي عجمان. صحيح. نعم نعم. يقدرون يعني هم، خاصة سمو الشيخ عبد العزيز النعيمي، صراحة بالفضل كبير في صعود الفريق. نعم. نتمنى لكم التوفيق كابتن خلفان وموفق خير، وإن شاء الله كذلك من خلال يعني أندية الدرجة الثانية كذلك نلاقي الأسماء المواطنة اللي يعني يحاولون بشتى الطرق أن يتواجدون على الساحة الرياضية، وهم مبدعين ومميزين يا كابتن وأنت أحدهم. الشكر والتقدير لك. الله يخليكم. مشكورين. شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا. إذا أبو خليفة يعني هذه تجربة لشخصين، أحدهم رئيس مجلس إدارة وقال لك نحن أمورنا طيبة ونبني مقر كذلك ما شاء الله. نعم. والجانب الآخر الكابتن خلفان وهو مدرب يعني درب في عدة أندية وتواجد في عدة أندية،
يقول لك نحن كذلك أمورنا طيبة وراح نستمر ونشارك. كيف تشوف التجربة أبو خليفة؟ التجربة أن إحنا من البداية أيدنا إقامة الدوري الدرجة الثانية، لأن بيوسع قاعدة المشاركة وبيعطي ناس ما محصلين مجال للمشاركة بيعطيهم فرصة، وفي نفس الوقت بيدخل القطاع الخاص في كرة القدم، خلينا نقول يدخل من القاعدة ويصعد إلى فوق، وبيصعد يعني بالتدريج مع الوقت بيصعد صعود متدرج، يعني بيحافظ على مكتسباته فيها. بالنسبة يعني اللي سمعناه من الأخوان الاثنين، أعتقد أن النادي الفلاح يعني فهمنا أن هذا أنا كفريق موجود من قبل ويشارك في دوري المؤسسات وحصل يعني متنفس أو حصل مجال أنه يدخل في منظومة كرة القدم من خلال الدرجة الثانية، وما يعني بيعطى قطعة أرض، معناته هناك في دعم حكومي بيكون موجود للفريق هذا لاستمراره، وهذا المطلوب في المرحلة القادمة، أن الفرق هاي اللي بتصعد للدرجة الثانية تصعد للدرجة الأولى بتلعب بريحية، لأن ما بيكون تحت ضغط الهبوط، ما بتكون تحت ضغط الهبوط، بتلعب بريحية وبتلعب يعني بدون ما تحس أن يعني عليها أي مسؤوليات أو ضغوط، يمكن ما بتنافس في المرحلة الأولى لغاية ما ثبت أقدامها، لأن الفرق اللي بتكون هابطة من المحترفين والفرق الموجودة في الدرجة الأولى بتكون سابقتنها بمراحل، لابد أن هذه الفرق يعني تقضي بعد مراحل لغاية ما توصل إلى مستواهم وتكون مؤهلة أنها للصعود إلى دوري المحترفين. بالتالي اليوم عملية تواجدهم محتاجة دعم، عملية تواجدهم محتاجة خلنا نقول يعني أنهم يدخلون في منظومة كرة القدم الحقيقية، لأن اللعب خلنا نقول ما بين الدرجة الثانية والدرجة الأولى ولغاية ما يوصل المحترفين، هناك يعني هناك في تفاوت كبير في التفاوت، وإحنا نلاحظه دائما، نلاحظ التفاوت ما بين المحترفين والدرجة الأولى. صحيح. فما بالك لما بيجيك فريق جاي من الدرجة الثانية، من الدرجة الثانية ويلعب قوي يعني بقوانين تسجيل مختلفة، لاعبين من نوعية مختلفة، بأمور ثانية، لما بيصعد للدرجة الأولى أعتقد أن من الناحية المالية بيكون عليه ضغوط. صحيح. يعني بتكون عقود اللاعبين 100% بتتغير. صحيح. نوعية اللاعبين اللي محتاجينهم في الدرجة الأولى بيكون لاعبين يعني يمكن في الدرجة الثانية يمكن يحصل لاعبين يحبون يلعبون مجرد ما يبغى يلعبون وكذا. صحيح. وما بيكون، لكن لما توصل الدرجة الثانية، اليوم الدرجة الثانية كلهم عندهم عقود، الدرجة الأولى. صحيح. كلهم عندهم عقود. نعم. المدربين، الأجهزة الفنية، تنظيم المباراة نفسها كلها تنظيميا راح تغير، بتتغير. فهذا أساسا نحافظ على الفرق هذه ونحافظ على شكل يعني نظام كرة القدم هذا، لابد أن ندعمهم، سواء ندعمهم من خلال توفير ملاعب، ندعمهم من خلال توفير بعض المستلزمات، ندعمهم من خلال لاعبين، ندعم يعني، وهم في نفس الوقت. صحيح. هذا يعني قال الأخ يعني الحمادي، قال أن عنده لاعبين من الوحدة وعنده لاعبين من الجزيرة، أعتقد أن هذا النموذج يتعمم على أكثر من نادي. نعم. بحيث أن الأندية اللي عندها وفرة من اللاعبين تقدر أن تحطهم في منظومة كرة القدم، وفي منظومه. صحيح. رسميه يلعبون مباريات رسميه، يلعبون كذا في من خلال الانديه هاي، وبالتالي. نعم. بنوسع قاعده المشاركه. نعم. وفي النهايه بتعود بالنفع على الكره. صحيح. القدم. واضح. بالبطول سؤال جاء وصال في الشارع الرياضي وتداوله الرياضيين بشكل كبير، لماذا صعد كواترو والفلاح ولم يتم اعتماد دوري المحترفين ولا دوري الدرجه الاولى؟ الامارات يعني كان ينقص نقطه للصعود، شباب الاهلي يرى احقيته بالتتويج، وهناك يعني كذلك مباراه متبقيه في هذا الدوري ولم يعني ينتهي الموضوع. لماذا تم اعتماد صعودهم؟ هي المرجعيه، لانه هذا الدوري يعود لتحت كره القدم. صحيح. تحت كره القدم لو عليها حتى الدرجه الاولى ما يلغيها. نعم. لكن تم إلغاء الدرجة الأولى، لأنه شو هي الجائزة؟ الجائزة هو الصعود للمحترفين، والمحترفين قفلوا عليك الباب، قالك ما نستقبل، ما نريد 16، فبالتالي أنهى موسمك بقراره هو وليس بقرارك. طيب، من الأساس كابتن، وهذا سؤال مطروح يعني يقودني إلى سؤال آخر، ليش خليت أصلا المحترفين هم اللي يغررون عنك؟ أنت صاحب القرار، كان بإمكانك تصدر قرار وهو اللي تشوفه الأنسب وتعمم على الأندية. هو بعد ما أنشئت رابطة المحترفين، اتحاد كرة القدم تنازل عن جزء من أدواره. صحيح. فيما يخص تنظيم دور المحترفين إلى الرابطة، في حتى في مجال قبض الأموال، بيع الحقوق التلفزيونية. نعم. تحديد الموسم، فالرابطة اتخذت القرار بدون أن تظل لمصلحة
أندية الدرجة. أندية الدرجة الأولى لأنه مو شأنها، يقول لك هذا ما يخصني. صحيح. هذا شأن اتحاد كرة القدم. وبالتالي شاهدنا عدم انسجام في العمل لأول مرة نشوفه، مع الأسف مع الحلم كنا نتوقع إنه العملية تكون صحيح. أندية المحترفين نظرت لمصلحتها الخاصة. نعم. وقررت إلغاء بدون تتويج وبدون أي شيء، وأضرت ب. أندية الدرجة الأولى. أندية الدرجة الأولى، فبالتالي تحت كرة القدم أوتوماتيكيا وقف درجة الأولى لأنه ما راح ما في صعود. الدرجة الثانية نعم. لا يوجد ما يمنع صعود أول وثاني، فبالتالي أعطاهم الفرصة كجائزة تشجيعية تحفيزية. ولهذا كان القرار دائما إحنا شو نقول؟ نقول من هي الجمعية العمومية التي يعني هناك اختلاف، هل هي تحت كرة القدم هو الذي يدعو إلى جمعية عمومية تحدد النظام، واللي حتصير طبعا الان جمعيه عموميه اتحاد كره القدم، او جمعيه اتحاد جمعيه الرابطه هي التي تملك القرار. صحيح. شاهدنا جمعيتين المفروض يعني من اطار المصلحه العامه والداخليه بشكل كبير، كره القدم هي اللي تنظر. صحيح. نعم. على عجال ابو خليفه اتوقع يعني زياده عدد الفرق وعدد المباريات هذا دائما مطلب دولي ومطلب اسيوي، وقوه كره القدم راح تكون بزياده المشاركات، وهذا كنا نبحث عنه دائما. لماذا انديه المحترفين ما وافقت على 16 فريق واكتفوا بال14 الموجودين؟ أنت بترجعنا شوي الوراء وبترجعنا في موضوع شائك وموضوع يعني فيه كثير من الأمور. لأن أنت اعذرني أبو خليفة، لما تطلع على القنوات التلفزيونية ولما تطلع في التحقيق الصحفي تقول نحن لازم نزيد عدد المباريات، طيب أنت لما جاك القرار قلت لا أنا ما أريد أزيد المباريات. شوف يعني أنا ما عرفت يعني لغاية اليوم شو السبب اللي خلى مجلس إدارة الرابطة يعني ما يتخذ قرار ويعني ويطرحه للجمعية العمومية. نعم. في الوقت اللي كان من حقه مثل ما اتحاد الكرة خذ قرار بصعود كواترو والفلاح. نعم. بالغاء كأس رئيس الدولة، مباراة النهائية في كأس رئيس الدولة. صحيح. وما طرحه للجمعية العمومية. في الوقت هذا الرابطة راحت للجمعية العمومية ودخلت. نعم. الأندية كلها في مشاكل. نعم. وصار اللي صار، واللي احنا طبعا يعني بنتكلم في موضوع شائك جدا. وفي الوقت هذا اللي نعم. اللي انت يعني 14 نادي يعني تحكموا في مصير كل الأندية. صحيح. الجمعية العمومية اللي 14 نادي وتحكموا في المحترفين الأندية. والدرجة الأولى. نعم. فأعتقد انه ما كان عدل وما كان صحيح. صحيح. وكان تجاوز من 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 الرابطة، من مجلس إدارة الرابطة، تجاوز باللجوء الجمعية العمومية. صحيح. ونتج عنا ما نتج من لغط موجود في يعني في الشارع الرياضي كثير. وبيستمر ومما جالنا يمكن اليوم إذا بنتكلم فيه بنطلع عن خارج الحلقة اليوم. نعم. اختتمت بنجاح فعاليات ورشة عمل قانون كرة القدم الصالات التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمجلس الشارقة الرياضي عبر الاتصال المرئي عن بعد بمشاركة 120 من منتسبي كرة الصالات بالدولة والوطن العربي. وأشاد الأمين العام بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمجلس الشارقة الرياضي لتطوير كرة قدم الصالات من خلال تنظيم المسابقات والبطولات والدورات الخاصة بالمدربين والحكام وكل منتسبي اللعبة. يسعدني أن يكون معي في هذا الموضوع عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، واللي يعني هناك جهود كبيرة وحتى عن بعد تبذل لتطوير هذه اللعبة دائما وأبدا في دولة الإمارات. سعادتك أرحب بك على الشارقة الرياضية. جزاك الله بخير أستاذ إبراهيم الزعابي، كيف الحال؟ يا هلا ومرحبا. جهود أتوقع يعني كبيرة جدا تبذل من خلالكم لتطوير هذه اللعبة دائما وأبدا. اولا بدايه اود ان اشكرك على اتاحه الفرصه للمقابله هذه، وايضا ارحب بضيوفك استاذ احمد خليفة الحماد وايضا استاذ سامي الامام. نعم. وايضا امسي على مشاهدي قناه الشارقه الرياضي، القناه التي دائما تحرص في سبيل تطوير الانشطه الرياضيه بمختلف انواعها وكذلك التغطيه الاعلاميه بابراز. نعم. خاصه كره قدم الصالات.
في رمضان الفات كان عندنا اجتماع على مستوى الوطن العربي. نعم. عبر القنوات المرئية والاتصال الرقمي، فكانت هناك وكان هناك حضور جدا راقي من قبل أكثر من 17 دولة عربية. نعم. فكنا على أساس ظهرنا بتوصيات إلى كيف نرتقي بكرة قدم الصالات على مستوى الوطن العربي، وخاصة هناك شح وفقر كبير جدا في موضوع سواء الأنشطة أو أيضا بالنسبة للمحاضرات أو الورش أو أيضا الدورات التدريبية أو أيضا المسابقات. نعم. فكان لزاما علينا أن أزاء الجائحة وكورونا وكوفيد كورونا 19، فبالتالي نعم. لابد هناك طرق وسبل لابد من استغلالها في سبيل رفع مستوى الفكري والثقافي لكرة قدم الصالات على مستوى الوطن العربي. هاي نقطة. النقطة الثانية، لا ننسى أن الإمارات تزخر وخاصة هي تتبوأ مستوى العالمي في موضوع المنصات الرقمية بالنسبة للمقابلات عن بعد أو عن طريق. صحيح. فبالتالي هذه الظروف متوفرة في دولة الإمارات، ولا بد أن تستغل حتى نستطيع أن نجني الثمار. صحيح. نعم. اللجنة التنفيذية كرة قدم الصالات في دولة الإمارات تولوا الموضوع المسألة هذه من خلال وضع برنامج ثقافي. نعم. على مستوى الوطن العربي لارتقاء في المستوى الثقافي والفكري والمعرفي. صحيح. نعم. ووضعنا برنامج إنه بواقع أسبوعيا يوم الاثنين من كل أسبوع لمدة 3 شهور. جميل. بتكون هناك محاضرات عن بعد في خاصة في الشؤون الإدارية في الإدارة. صحيح. سواء كان عن إداري تشكيل أندية، تشكيل فرق، تشكيل كذا، ثم بعد ذلك الجانب التدريبي والجانب القانوني والجانب التحكيم. جميل. هذه 4 جهات. وتم التواصل مع بيوت الخبرة وأيضا مع الخبراء في سبيل توفير الوقت المتاح والبرنامج المالي. جميل. الحمد لله رب العالمين، تم توفقنا في الموضوع هذا. نعم. والإقبال ما شاء الله، يعني الحمد لله شيء جميل. جميل. بختم معك سعادتك في جانب الدعم والتعاون المشترك ما بينكم وبين يعني مجلس الشارقة الرياضي، الداعم الأول لهذه اللعبة، وخليني أقول المتنفس في تنظيم والمشاركة في يعني مسابقاتكم وفي استمرارية هذه اللعبة بما تحوي من عدد لاعبين، من يعني لاعبين، جهاز فني، إداري، عدد كبير من المشاركين، وزيادة الأندية اللي قاعدة تنضم لكم. أتوقع كل هذا التعاون أو هذا التعاون أثمر عن نجاحات كبيرة وكبيرة جدا. أستاذ إبراهيم، إذا أنت بتتكلم في الموضوع هذا بتفتح شجون وهموم. نعم. الوقت يتاح لي أتكلم في الموضوع هذا، خاصة إذا أتكلم عن مجلس الشارقة الرياضي. نعم. كلامي مهما تكلم فلن أعطي للمجلس حقه. نعم. بالتالي أولا مجلس الشارقة الرياضي يدعم ماديا، يدعم معنويا، يدعم فكريا، يدعم بكل ما أوتي من الأدوات اللوجستية في موضوع الارتقاء بكرة قدم الصالات، وكان على مستوى اللجنة التنفيذية أو مستوى الأندية. نعم. وهذا شيء. الشيء الآخر، اتحاد الإمارات العربية المتحدة يعني مع كل التقدير واحترام وعلى دعم ودوره، لكن مطالبين في هناك نقطة في كل دول العالم، أي فريق موجود على مستوى الدوري المحترفين لابد أن يكون عنده فريق كرة قدم الصالات. نعم. بالتالي على أساس نحن نستطيع أن نرتقي في مستوى كرة قدم الصالات، هذه أمور. هناك لوائح، هناك تشريعات، هناك قوانين، هناك كل أمور أنا موضوع أو جاهز، فبالتالي لما لا يكون حتى لو على مستوى الشباب أو على مستوى الناشئين. نعم. هذه أمور طبعا، لكن إذا ما تكلمت عن مجلس الشارقة أقول كلمة شكر قليلة جدا في حقهم. لكن ما أتمنى ولو بالتوفيق، وشكرا شكرا شكرا باسم جميع محبي كرة قدم الصالات على دعم الله محمد. موفقين دائما سعادة عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في خدمة هذه اللعبة وكذلك الشرائح المنتمية لها، كل الشكر والتقدير لك. إبراهيم اسمح لي أقول لك يعني الشكر أيضا لكم أنتم كوسائل الإعلام، وشكر أيضا قناة الشارقة الرياضية بالذات على أساس التغطية المتواصلة في موضوع نشر هذه اللعبة، وبارك الله في جهودكم والله يوفقكم دائما. واجب. شكرا جزيلا. شكرا. نعم. بالبطولة توقع مسألة الدعم وما يقوم باتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم الاتحاد يدعم الفرق اللي تريد تعود لدوري الدرجة الأولى بمبلغ 200,000 درهم شهريا. خليني أقول لك هو مطلب يعني حتى من أندية اليوم دوري الدرجة الثانية، إن كان كذلك كرة قدم الصالات،
اللي هي تطلب الدعم للتواجد، مش كل الفرق هي محتاجة للدعم، بعضها تلاقي دعم كبير من الحكومات المحلية ومن المجالس الرياضية، ولكن هناك فرق أخرى تحتاج إلى بصيص أمل ودعم. يعني اليوم في 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 بطولة دوري الدرجة الثانية مطلوب على إداري الفريق أو على إدارة الفريق أن تدفع 4400 درهم نظير الحكام في كل مباراة. طيب لماذا لا يتكفل الاتحاد بهذا المبلغ مثلا؟ صح، شوف، يحسب للاتحاد كرة القدم السابق من الإدارة برئاسة الأستاذ مروان بن غليطة، نعم، قرارهم بدعم أندية الدرجة الأولى بمبلغ مالي، وهذا الدعم أدى إلى عودة كثير من الفرق للدور الدرجة الأولى. نتمنى أن يستمر الدعم ويشمل الصاعدين من الدرجة الثانية، لأن المبلغ على قلته هو يفرق معهم. صحيح، نعم، يفرق كثير. بالنسبة لكرة قدم الصالات، حقيقة كرة قدم الصالات يفترض أن تكون أنجح مسابقة موجودة في دولة الإمارات. نعم. لسبب، أولا هذه تلعب في صالات، نعم، وبالتالي إمكانية أن تلعب في الحر واردة جدا، لأن الجمهور يجلس في صالة مكيفة. صحيح. ويستمتع. ثانيا، لو أنا صاحب قرار، جميع فرق الدرجة الأولى أو المحترفين عفوا كلهم تدريب صباحي كرة قدم صالات، لأنه اللي يلعب كرة قدم صالات يلعب كرة على الأرض، تصير عنده مهارة المراوغة في مساحات صغيرة. بيزعلون من كل لعيبة بتوعيهم الصبح. أجيب لك حقيقة. نعم. الأوروغواي فازت بكأس العالم، فازت بدورة الألعاب الأولمبية 24 و28 وكأس العالم 30، وهي تعدادها 2 مليون نسمة فقط. ليش؟ لأنه عدها دور كرة قدم صالات من بداية العشرينات. البرازيل لما خسرت كأس العالم سنة 50 في أرضها أمام الأوروغواي الصغيرة، نعم، بحثوا شو سبب أنه هذه بقد مدينة صغيرة عندنا تغلبنا. صحيح. لقوا الحل دوري كرة قدم صالات. نعم. البرازيل بدأت من الخمسينات تطبق دوري كرة قدم الصالات. نعم. صارت قوة كروية. صحيح. من يستفيد من كرة قدم الصالات يطور مهارات لاعبي جدا. نعم. وأنت المفروض عندك صالات مكيفة حديثة رائعة، لعب كرة قدم جميل، المفروض اتحاد كرة القدم من خلال لجان التسويق، وطبعا من الشرق ما مقصر يبذل الكثير. صحيح. يجب دعم هذه المسابقة وتوفير رعاة لها. نعم. لأنه بالفعل إمكانية أن تلعبها على مدار السنة كاملة، حتى في الصيف تلعبها. صحيح، بلا شك. وثانيا، متعة وتطور لاعبينك اللي يلعبون بالمحترفين وما يقدر يراوغ للاعبين. نعم. هذه فرصة أن تطور مهاراته وتقعد الصبح عشان يزود لياقته. نعم. وخليفة، كرة قدم الصالات كذلك يعني شرفت دولة الإمارات في المشاركات الخارجية، وصولهم إلى يعني البطولات العالمية، وهي كذلك إذا ما تحدثنا حتى عن الشاطئية اللي تصل كأس العالم، ولكن يقول لك الفريق ما يتجمع، ما عنده دوري، ما عنده أي حاجة، قبل المباريات تقريبا بأسبوعين معسكر داخلي ويلا يا شباب شاركوا، ومجرد ما تنتهي المباراة إلى المطار والعودة إلى أرض الوطن. قبل سؤالك كنت بعقد هاي المقارنة. نعم. كانت في بالي أن نقرأ الأفكار. أن نشوف الصالات ونشوف الشاطئية. الشاطئية ماتت. صحيح. ماتت الشاطئية كان فيه لها دوري وكان مثير وكانت لها قوانين وكان فيها لاعبين أجانب. كانت في يوم من الأيام تحت دعم مجلس دبي الرياضي. نعم. وكانت موجودة وكان. صحيح. وكنا نشوف يعني مباريات مثيرة، وانتشرت الشاطئية انتشار كبير في هذاك الوقت. نعم. لكن فجأة الشاطئية اختفت في الوقت اللي الصالات كانت يعني خلف الشاطئية في وقت من الأوقات، لكن اليوم الصالات تشوفها كرة الصالات اليوم قاعدة المشاركة فيها كبير، صار عندهم دوري شباب، بس يعني الفرق أولى وفي فرق شباب، يعني صحيح. في خلنا نقول في توسع في القاعدة، في نعم. في تدرج في المشاركات، يمكن خلال يعني المواسم الجاية نشوف بعد فئة عمرية أصغر، فبالتالي اليوم هي نشاط كنشاط مهم جدا، كنشاط فعال جدا، كنشاط لعبة لها على المستوى الدولي، لها سمعة، لها لاعبين معروفين، لها فكلها مدربين معروفين كذلك. لا تنسى أن كانت تقام دورات رمضانية، يعني كانت كرة قدم الصالات هي
اللعبة الأساسية في الدورات الرمضانية هاي، وكانت تجذب الكثير من الجماهير، تجذب الكثير من اللاعبين من خارج الدولة، تجذب. فكان فكرة قدم الصالات أعتقد أنها يعني أنها لابد أن احنا بعد اليوم ننقلها إلى مستوى أفضل، صحيح. مستوى أحسن، ما دام بدأت عندنا يعني قاعدة المشاركة تكبر، لابد أن نحافظ على قوة الدفع هذه، بحيث أنها ما تصير لها مثل اللي صار في الشاطئية، صحيح. ومن الكلام الأخ عبد الملك جاني يعني ان طالب ان الدعم اكثر من الاتحاد، لان لابد ان الاتحاد ينظر لهاللعبتين كتكمله للنشاط الموجود عندنا، كره صحيح. القدم العاديه العشبيه هذه العشب، وعندك كره القدم الصالات والشاطئيه، هذه منظومه واحده لابد ان تحصل على دعم، يعني على دعم كافي لانتشارها، خاصه ان احنا ان في رغبه في المشاركه فيها. بعض اللعبات عندنا احنا تشوف فيها عزوف عن المشاركه فيها، لكن صحيح. كره القدم في رغبه بالتواجد والمشاركه من الفرق والشباب يقبلون عليها، في رغبه سواء نعم. الشاطئ او الصالات في رغبه. واضح جدا ابو خليفه، ما قصرت، دائما تثري الحلقه، الشكر والتقدير لك. وصلنا لنقطه الختام. الله يحييك ابو خليفه، الله يسلمك. ابو البتول مبدع، واعطيتني معلومه جديده انا اول مره اسمعها عن الأرجواي ومساله يعني كره قدم الصالات واعتمادها في البرازيل، مبدع دائما. أشكرك. إذن لعلها توصيات تخرج من ملاعبنا، وهذا ما نطمح فيه دائما عبر الشارقة الرياضية، أن نخرج بتوصيات وهي اقتراحات مقدمة للأخوة والسادة في مجلس اتحاد الإمارات لكرة القدم بدعم الأندية المتواجدة في دوري الدرجة الثانية، وكذلك كرة قدم الصالات، هذه اللعبة الجميلة التي بدأنا أن نشاهد لها انتشار جميل في أرجاء دولة الإمارات، وأن نلتفت كذلك للشاطئية لكي تزهو هذه اللعبة من جديد وتفرحنا في المشاركات الخارجية والمنافسات التي تتواجد فيها. وصلنا إلى نقطة الختام، إلى الملتقى.